السلام عليكم، مرحبا بجميع متابعينا، ان شاء الله تكونوا ملاح في صحة وعافية. اليوم مع درس جديد اللي هو النسيج لو تيسي. قبل ما نبداو ما تنساوش جيم وبارطاج للفيديو باش يستفادوا كامل اللي معكم. لو تيسي ديفينيسيون ان انسومبل دو سيلول كي اون ستركتور سامبلابل اي كي رومبليس لي ميم فونكسيون كونستيتوي ان تيسي. Les tissus s'organisent pour former des organes. L'étude du tissu, l'histologie. Ensemble de cellules qui ont structure semblable, maintenant, mais je m'attends. Chalaya, andam nafs ou la متشابهة في البنية. بنية هي structure semblable متشابهة et qui remplissent les mêmes fonctions. Remplissent maintenant تملا نفس الوظيفة نفس الفونكسيون. هذا ما كامل راح يعطونا constitue un tissu. تيسي سورغانيزي بور فورم ديز اورغان، معناتها الخلايا هذه ولا الانسجه هذه راح تتجمع باش تعطينا اورغان عضو. العلم الذي يدرس الانسجه تيسي يسموه ليستولوجي. كات تيسي فورمي لو كور هيومان، جسم الانسان يتشكل من 4 انسجه. تيسي ايبيثيليوم ولا تيسي ايبيثيليال، الانسجه الظهريه. 2 تيسي كونجونكتيف، الأنسجة الضامة. 3 تيسي ميسكولار، الأنسجة العضلية. 4 تيسي نيرفو، هي الأنسجة العصبية. دوما العنصر الأول تيسي إبيتيليال. ديفينيسيون سيت ان فايت دو سيلول كي ريكور اون سيرفاس دو لورغانيزم او كي تابيز اون كافيتي. ركور معناتها تغطي اون سيرفاس، معناتها مساحة. اورغانيزم هي العضوية، و كي اون تابيس اون كافيتي معناتها فيها تجويف. إل سو بريزونت سو فورم ديبيتيليوم دو ريفيرتمون، ايبيتيليوم غلونديلار. ايبيتيليوم دو فيتمون معناتها يعود سطحي ولا طلائي. ايبيتيليوم غلونديلار معناتها غدي، غلونديلار جاية من الغدة. الأول ليبيتيليوم دو ريفيتمون اللي هي سطحية وطلائية. ممبران كيتاني، الغشاء الجلدي، راح تكون تتمثل في الجلد ولا بعض ليزانكس. ليزانكس معناتها ملحقات. بوال تكون شعرة. أونغل ظفر. ليغلوند غدد. لاميكوز المخاطية. بعض الأمثلة لي كافيتي إكسترن، لي كافيتي الخارجية كما لي فوا ريسبيراتوار، المسالك التنفسية. لي فوا أورينار، المسالك البولية. سيروز معناتها يكون مصلي، راح يكون دوبل ممبران. يوميد، يوميد راح يكون رطب. كافيتي كلوز، أغلبيتها تجاويف مغلقة. رومبلي دو ليكيد لوبريفي، معناتها مليئة بسائل يكون شحمي. بيريتوان بلافر بيريكارد. بيريتوان، بيريتوان هو غلاف يغطي الابدومين. بلافر هو غشاء تاع البومو الرئتين. بيريكارد هو غشاء تاع القلب يغطي القلب. ايبيثيليوم غلونديلار، غلوند هي انسومبل دو سيلول كي الابور اي سيكريت اون سيكريسيون بين قوسين سيور ميكوز انزيم، معناتها الغديه. انسومبل دو سيلول عباره عن مجموعه خلايا توضح ولا عندها تفرز ولا سيكريسيون اون سيكريسيون مثل العرق سيور. ميكوز هي المخاطيه، انزيم هي الانزيمات. عندنا دو تيب، كاينه اكزوكرين وكاينه اندوكرين. اكزوكرين معناتها خارج، الافرازات تكون خارج. اندوكرين معناتها الافرازات راح تكون الداخل. افراز خارجي اكستر، اكزامبل ساليفاغ. الساليفاغ، الساليف هو اللعابي. الاندوكرين معناتها الداخل. انترن اكزامبل دون لو سون، معناتها راح تكون الافرازات تاعها داخل الدم. لي تيرويدي معناتها داخل الغده الدرقيه. تيسي الزوجة هي تيسي كونجونكتيف اي دو سوتيان. كونجونكتيف هي الضامة، دو سوتيان هي الدعم. ديفينيسيون لو سوبور ستركتورال اي ميتابوليك دي زورغان اي دي تيسي دو كور، معناتها هي الدعم الهيكلي الميتابوليك في عملية الأيض دي زورغان العضو. اي تيسي دو كور انسجة الجسم. إل أسيغ دي فونكسيون دو، عندها ولا تضمن وظائف. الوظائف تاعها شنو هي؟ اول وحده نيوتريسيون، التغذيه. عنصر الزواج ديفونس، الحمايه. عنصر الثالث هو سوتيان، دعم. ستركتور عندها ثلاث بنيات، ماتريال اكسترا
سيرولار معناتها خارج الخلية، مواد خارج خلية. فيبر هي عبارة عن ألياف، لي سيلول هي الخلايا. كون كلاس دو تيسي كونجونكتيف، اهم الفئات دو تيسي كونجونكتيف لو كارتيلاج هو الغضروف، لو تيسي اوسو هو العظم نسيج العظم، لو سون هو الدم. نومبروز فونكسيون عندها بزاف وظائف، الوظيفة الاولى فيكساسيون هي التثبيت، تابعة في لي توندون، لي توندون هما الاوتار. عندها وظيفة في سوتيان الدعم المتمثلة في لوس، لوس هو العظم، كارتيلاج هو الغضروف. حماية بروتيكسيون و إيزولمو العزلة، عندها دور في ترانسبور نقل عن طريق الدم. ثم نقولو عندها نومبرو فونكسيون اللي هي متمثلة في أربع وظائف، فيكساسيون سوتيان بروتيكسيون ترانسبور دو سون. الثالث هو تيسي موسكولار العضلات. عندنا تروا تيب، سكوليوتيك اللي هي الهيكلي، كاردياك اللي هي القلبي، ليس اللي هي ناعمة. سكوليوتيك هي كونستيتيتيف دي ميوسكل، معناتها هي اللي تأسس العضلات، ميوسيت، ميوسيت هي العضلة. العنصر الثاني هي كاردياك، كاردياك هي فيها ميوكارد، ميوكارد كارديو ميوسيت، عضلة القلب كارديو ميوسيت، عضلة القلب ميوكارد معناتها العضلة. عندنا القلب فيه تروا كوش، تروا باروا، نبدأ من الخارج والداخل إكستر حتى الانتريور، ليبيكارد ميوكارد و لوندوكارد. العنصر الثالث هو ليس، العنصر الثالث باروا أورغان، ليفوا يورينير، ليفوا ولا ليتيريس الرحم والمسالك البولية. هو تيسي نيرفاس العصبية. عندنا دو تيب، عندنا نورون اللي هو العصب، غليوسيت هو الخلية الدبقية. ترانسميت دي زانفلو نيرفو هو الخدمة تاعو يرسل السيارة العصبية. غليوسيت هو عندنا بزاف، عندنا بليزيور تيب، خدمة تاعو بروتاج حماية، سوتيان الدعامة، نوريزون نوريتور تاع لي نورم، تغذية تاع لي نورم. وصلنا نهاية الدرس تي سي، ان شاء الله يكون عجبكم، ما نطولش عليكم، تهلاو في روحكم، سلام، ا بيانتو.